أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قال رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري، قال إن حركة التصدير بين العراق وسوريا في الآونة الأخيرة عبر معبري طريبيل وجابر نصيب باتت منعدمة، وأرجع الحياري سبب ضعف حركة التصدير للعراق إلى تذبذب الموقف الحكومي في العراق وإغلاق المعبر عام 2015، وهو ما أدى إلى انقطاع حركة الشاحنات فيما زال معطلاً رغم إعادة افتتاحه في تشرين الأول عام 2018 بعدما أعادت قوات نظام الأسد السيطرة عليه. أعلنت الحكومة الإيرانية أن صادرات الغاز الإيراني إلى العراق ستصل خلال الأشهر المقبلة إلى 40 مليون متر مكعب يومياً. وقال مدير الشركة الإيرانية للغاز حسن تردتي إن صادرات الغاز إلى العراق ستتزايد خلال الصيف، مشيراً إلى أن حجم صادرات الغاز الإيراني إلى العراق يتزايد باستمرار وعلى وشك الوصول إلى سقف العقد المبرم. وأضافت تردتي أن الصادرات غير النفطية مع احتساب البتروكيماويات ومكثفات الغاز بلغت ما يزيد عن 2 مليار و500 مليون دولار. كشفت النائبة عن تحالف سائرون ماجد التميمي عن أسباب ضعف الدور الرقابي واتساع مساحة الفساد في البلاد خلال الفترة الماضية. وقالت النائبة التميمي إن ابتعاد نسبة ليست بالقليلة من أعضاء مجلس النواب عن أداء مهامهم المنوطة بهم من رقابة على أعمال السلطة التنفيذية مما أدى إلى ضعف الدور الرقابي، ومن ثم أدى إلى اتساع مساحة الفساد. كشفت مفتشية الداخلية عن وجود اختلاس وهدر للأموال بملايين الدنانير العراقية في مديرية المرور العامة. وقالت المفتشية إن المبالغ المختلسة والمهدورة بلغت قيمتها 441 مليون دينار. وتابعت المفتشية أن المخالفات تمثلت في اختلاس وهدر في معاملات الصرف الخاصة بشهر شباط والمتعلقة بشراء أدوات احتياطية بلغ فيها حجم الأموال المختلسة والمهدورة 286 مليون دينارا. كما اكتشفت وجود مغالاة وهدر بالمال العام في 5 معاملات تم تدقيقها، خاصة بشراء تجهيزات وألبسة لمديرية المرور، بلغ مجموع الأموال المبالغ فيها 155 مليون دينارا. كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رياض التميمي عبر وثائق عن فساد في عقد تجهيز آليات في المحافظة. وقال التميمي إن مجلس محافظة ديالى يتجه لتمرير صفقة بعقد تجهيز آليات وفق أسعار غير حقيقية، حيث تبلغ قيمة الآليات وفقا للكشوفات المرفوعة 9 مليار و931 مليون دينارا، في حين سعرها الحقيقي تبين أنه يقدر ب6 مليارات بعدما تم التحقق منه من الشركات الرصينة بحسب التميمي. ودعا التميمي هيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد للتحقيق بهذا الملف وإيقافه بالسرعة الممكنة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. نهاية التقرير الاقتصادي، دمتم بخير وإلى اللقاء.